بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهنيه وتمنيته لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة